السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو، وهذا فيديو سوف نتحدث فيه عن المنصة وكذلك عن المحفظة. هناك اختلاف بينهما، سوف نقوم بالتحدث ما الفرق بين المحفظة والمنصة من خلال هذا الفيديو. هذا الفيديو سيكون فيديو تعليمي، والناس التي محترفة في هذا المجال قد يجهلون بعض الأمور بالنسبة لهذا الموضوع، لهذا سوف أقوم بمشاركتكم المعلومات التي سوف تساعدك في تعلم هذا المجال. إن شاء الله ستكون هناك فيديوهات أخرى حول تعلم مجال الكريبتو إن شاء الله. هذا الفيديو كما أخبرتكم أنني سأتحدث عن المنصة، والمنصة هي نوعان، منصة مركزية ولا مركزية. منصة مركزية مثل بينانس، بينانس هي منصة مركزية، منصة كذلك البيتريكس، بيتريكس منصة مركزية، منصة أخرى مركزية مثل الكوكوين، وهناك العديد من المنصات الأخرى مركزية. ما هي هذه المنصات المركزية؟ وما الذي تتيح لك، ما الذي تتيح لنا أن نقوم بالعمل يعني عليه؟ وكذلك الفرق بينها وبين المنصة اللامركزية. الفرق بينهما هو أنه يمكن أو المنصة المركزية تتيح لك أو تعطيك أنت كيوزر أو كمستخدم، تعطيك صلاحية يعني كشخص ثاني في الموقع، بمعنى أنك في أي عملية بيع وشراء فإنك تحتاج لإذن من الموقع، يعني الموقع يتحكم في محفظتك، أنت ليست لديك محفظة أصلا. فحتى لو ذهبت إلى القسم الخاص بمحفظة فهذه محفظة هي خاصة بمنصة، أنت ليس لديك كي للمحفظة أو مفتاح المحفظة. فركز على كلمة مفتاح للمحفظة، فمفتاح في حال كان لديك مفتاح للمحفظة فأنت في منصة لا مركزية. هنا ننتقل إلى منصة لا مركزية. كما أخبرتك منصة مركزية مثل بينانس، بيتريكس، الكوكون، هناك عديد من المنصات الأخرى. منصات لا مركزية والتي مثل إيتر داتا دلتا، عفوا إيتر دلتا، كذلك هناك منصات أخرى مثل إيدكس، إيدكس هي منصة لا مركزية، منصة أخرى مثل الفوك دلتا كذلك هي منصة لا مركزية. هذه منصات تتيح لك أن تقوم بربط يعني تربط يعني المحفظة الخاص بك مع المنصة، تقوم بهذه يعني بهذه العملية بربطها، يعني أنت تكون لديك محفظة وتقوم بربطها مع المنصة. هنا الفرق بينها وبين المنصة المركزية. فالمنصة المركزية لا تتيح لك أن تكون، لا تعطيك الصلاحيات الكاملة من أجل التحكم في المحفظة، لأنك ليست لديك يعني الكي الخاص بالمحفظة. والعكس في المحفظة اللامركزية، بحيث أنه يكون لديك الكي، يكون لديك يعني أنت تقوم بمشاركته مع المنصة من أجل أن تقوم بالتداول داخل المنصة. فالمنصة هي ضرورية جدا من أجل يعني تبديل العملات، من أجل مثلا شراء البيتكوين، بيع البيتكوين، يعني تغيير البيتكوين مع الإيثريوم، أو الإيثريوم مع البيتكوين، أو الإيثريوم مع الدوج كوين، إلى غير ذلك من العملات. يعني المحفظة أو المنصة تتيح لك أن تقوم بتحويل العملات من شيء من شيء. فالمنصة هنا هي أداة يعني تقوم، أو هي واجهة من خلالها تربط يعني تربطك بشبكة البلوكشين، وتكون مسؤول عن بيع وشراء العملات. فهنا ننتقل إلى المحفظة. المحفظة هي كما ذكرتها محفظة، فهي محفظة يعني تقوم بتخزين فيها أموالك، ولكن يكون لديك فيها كي خاص بك. هذا الكي هو الشيء الذي تتحكم، أو المفتاح الذي تتحكم به في المحفظة. لو لديك الكي فأنت الوحيد الذي لديك الصلاحيات من أجل التحكم في المحفظة، يعني أن هذا الكي يجب أن لا يكتب، وركز على أن لا يكتب في أي مكان، يجب عليك أن تحفظه. حتى لو لم تستطع حفظه وكنت تقطن مثلا لوحدك، قم بكتابته. لو كنت تقطن في مكان تثق بالناس الذي تقطن بهم، قم بكتابته وتخزينه في ذلك في أي مكان في المنزل، على شرط أن يكون هناك أناس تثق بهم، لأنه أي شخص لديه هذا الكي يمكن أن يدخل إلى حسابك، يمكن أن يقوم بعملية السحب والإيداع بدون أي يعني بدون أي مشاكل، لأن من يمتلك هذا الكي يمتلك محفظتك. لهذا لا تكتب هذا الكي على حاسوبك، لا تقوم بكتابته على هاتفك، حتى هاتفك لا تقوم بكتابته، لأنه في أي لحظة أنت معرض للتهكير. إذا كانت منصات كبيرة هكرت، ومثل البينانس في 2019 تم تهكيرها. فهنا أقول لك على أنه الفرق ما بين
المنصات وكذلك الفرق بينها وبين الوالد فهي الأمان، تأمين أموالك. هذه من ناحية تأمين أموالك، إذا كانت لديك محفظة فأموالك تكون مؤمنة أكثر. أما بالنسبة لك إذا كنت في منصة فأموالك في أي لحظة يمكن أن يكون تهكير لهذه المنصة، يمكن أن يتم سرقة الأموال من المحافظ إلى غير ذلك. وهنا المنصات في أي لحظة مثلا تم سرقة مبلغ كبير، قد يعني تختفي هذه المنصة أو قد لا تعودك المنصة، لكن في حال ما كانت كنت تشتغل مع بينونس على ما أعتقد على أنه سوف يتم تعويضك، لأنه في 2019 تم تعويض الناس الذين تضرروا من ناحية التهكير. ومنصة بينونس لديها صندوق أصول آمنة، هذا الصندوق يتم التعويض يعني من خلاله. فهنا يجب عليك أن تبحث، في حال كنت تريد أن تقوم بالتسجيل في أي منصة، أن تبحث هل إذا كان لديها يعني أصول آمنة أم لا. فكما أخبرتك المنصة كذلك فرق، هناك شيء آخر يجب عليك أن تعرفه بين الفرق بينها بين المنصة وبين المحفظة، هو في الأرباح. نعم، الأرباح قد تكون أكثر في المحفظة مقارنة مع المنصة، لأنك في المنصة، أنا أتحدث هنا عن الناس الهولدرز أو الناس الذين يستثمرون أموالهم لمدة طويلة، فهذا الفرق بينهما. لأنك في حال كنت تريد أن تستثمر أموالك فلا أنصحك بالدخول إلى منصة، في حال كنت تريد أن تستثمر أموالك يعني في عملة ما فضعها في محفظتك، قم بشرائها وتخزينها في المحفظة وليست في منصة. سأقول لك لماذا. أي عملة، يعني أنا أتحدث عن أي عملة، يمكن أن تكون ليس أي عملة بل هناك عملات، يمكن أن تكون هذه العملات تعطيك، ممكن أن نسميها تحفيز، تحفيز لأنك أنت من الهولدرز، أنت شخص قمت باستثمار أموال وتلك الأموال يعني أو استثمرت يعني مبلغ مالي في العملة الخاصة بهم، فذلك أو تلك يعني الفريق يعني العملة يقوم ب يعني كأنهم يعطيك جائزة، كل عملية تحويل يتم أخذ منها مبلغ من الكوين. مثلا عملة البيبي دوج كوين، لا نذهب بعيدا، في حال ما اشتريتها من المنصة فأنت لا تستفيد، أي منصة كيفما كان نوعها، فأنت لا تستفيد من المبالغ التي يتم إعطاؤها للناس. مثلا كل دقيقة أو كل ثانية يتم عملية تحويل، أي عملية تحويل كانت، ففي حال كنت يعني في منصة ستبقى مثلا اشتريت 10 مليون دوج كوين او 10 مليون عفوا بيبي دوج كوين، ستبقى 10 مليون بيبي دوج كوين. مثلا في حال كنت في محفظة مثلا تراست واليت فانك سوف تحصل على 10، مثلا لديك 10 مليون بيبي دوج كوين ستحصل على مثلا 100 او 200 او 300 بيبي دوج كوين زائدة، يعني ستحصل على كوين زائد المبلغ يعني تم اضافته الى حسابك. فهنا كذلك فرق، وهو فرق مهم جدا، لأنه في حال كان لديك مبالغ كبيرة فيمكن لك أن تستفيد من أرباح فقط من خلال هذا الكون. وهنا أتحدث عن فقط مثلا عملة البيبي دوج كوين، وهناك عملات تستفيد من هذه المبالغ التي يتم إضافتها إلى حسابك، لكن بعض العملات الأخرى لا يتم عمل هذه الطريقة. هنا فقط العملات أو هناك فقط يعني فريق للعملات من يقوم ب كأنهم يعطيك جائزة لأنك أنت مستثمر، أنك مستثمر كأنك هولدر في الـ 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 يعني هذا، يعني كأنهم يشجعونك على الاستمرار في عملية الاستثمار كذلك في العملة. فبسطت الأمر بشكل كبير جدا من أجل أن أعطيكم يعني فكرة حول هذا الموضوع، يعني حتى تفهم معي هذا الفرق بين العملة أو الفرق بين المنصة وكذلك المحفظة. فأتمنى أن يكون فيديو اليوم وحلقة اليوم قد نالت إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معك خليل سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.